السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في درس الأسبوع الخامس والعشرين من دروس التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، باب التزكية، القرآن الكريم، سورة العصر. أهداف الدرس: أستمع إلى سورة العصر وأقرأها، أستظهر سورة العصر وأفهم معانيها، ألزم طاعة الله، وأتواصى مع زملائي وزميلاتي بالحق والصبر عليه. الحصة الأولى: نستمع لتلاوة عطرة لسورة النصر، سورة العصر، بصوت القارئ الشيخ عمر قزابري، جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أردد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أفهم المفردات معانيها: العصر تعني الوقت، بالحق تعني بالإيمان والعمل الصالح، الصبر تعني الصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي. أستفيد: الإيمان والعمل الصالح ينجيان بفضل الله تعالى من الهلاك. الحصة الثانية: أحفظ وأستظهر. أستظهر سورة العصر كاملة، أقوم تعلماتي، أربط كل جملة بالمعنى المناسب لها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أدوا الطاعات وتركوا المحرمات، انشغلوا بملذات الدنيا، صبروا على المصائب والأذى، وتواصوا بالحق نربطها ب أدوا الطاعات وتركوا المحرمات، وتواصوا بالصبر نربطها ب صبروا على المصائب والأذى. أحيط بدائرة الجواب الصحيح: من هم الذين لم يحكم الله عليهم بالخسران؟ هل هم الذين يكفرون بنعم الله تعالى، أم الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الذين لم يحكم الله عليهم بالخسران هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستثمر: ألون الكلمات التي تدل على العمل الصالح: الصلاة، الصدقة، الكذب، الصيام، الصدق.
الكلمات التي تدل على العمل الصالح هي الصلاة، الصدقة، الصيام، والصدق. اهتدي. التواصي بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.